يا نفس زهدا في الحياة أنيبي وتبلغي فيها بزاد غريبي العمر أقصر رحلة لا تركني يوما إلى الأمل الطويل وتوبي تقواك خير الزاد فاستغني به عن كل زاد تصلحي وتطيبي يا نفس حي على الفلاح ألتقي مولا دعاك إلى الفلاح أجيبي زاد الغريب. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. زاد الغريب وشيخنا الحبيب فضيل الشيخ أبو إسحاق الحوين، حياكم الشيخ، بارك الله فيك، رفع الله قدرك في الدارين، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. كنا توقفنا في الحلقة الماضية من برنامجكم زاد الغريب عند الملمح الرائق الرائع الذي ذكره شيخنا الحبيب في قصة الثلاثة أصحاب الرقيم الذين أطبق عليهم الغار، والشخص الثاني الذي جاءته ابنة عمه لتسأله مالا حين أصابتها سنة فراودها عن نفسها، ثم انصرفت لتبحث عن مال عند شريف فلم تجد فعادت لابن عمها وكأن ذلك إذعان منها وتسليم بما أراد، فراودها أخرى عن نفسها. وتوقف فضيلة الشيخ عند ملمح شيخ الحبيب، ذكرت أن قد يكون الرجل هذا الذي فعل إنما هو سقطة كريم، ولكن معدنه الأصيل يعيده إلى سدة الحق وإلى طريق الاستقامة، وكذلك أن المرأة التي فعلت مثل هذا الأمر إنما فعلته عن حاجة، مش شرط أن يكون بيفعل المعصية أو يقدم على المعصية يكون حبه المعصية حب أصيل أو رغبة في هذه المعصية، وإنما هو إجبار وحاجة. وآخر ما توقفنا عنده تحديدا أنه قد يكون أيضا هناك من يعين على مثل هذه المعصية ويسول نفسه له ويقول له معصية وغيرك، وذكرت فضيلتك حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وكيف أن قومه قالوا له عد فهمت نفسه أن يعود مرة أخرى ليعتذر بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة وجدت الزوج الذي يقول لها اذهبي إلى ابن عمك فأغني عيالك، وكذلك الشخص اللي احنا مثلا الواحد الان اذا احتاج لحد من اصدقائه يقول له والله عندي مسجد هبنيه، عندي ايتام هطعمهم، عندي فقراء ساعطيهم، يقول له من وين، ما عندي، ما في امكانيه، لكن لما يقول له صاحبك في حاجه وانا عندي صيده ولا بنت ولا كذا اعطيني الفلوس فيعطيه وينفق له على الرغم انه عارف انه في الحرام، فشد ظهره ويؤازره في الباطل على الرغم من تخاذله عنه في الحق. فهذه صورة مجملة عما تحدثنا فيه في ختام الحلقة الماضية. تفضل شيخ الحبيب. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أكرمه عبدا وسيدا وأطهره مضجعا ومولدا وأبهره صدرا وموردا، صلى الله عليه وعلى أصحابه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. فلا زال حديثنا موصولا في الرجل الثاني الذي كان مع رفيقيه في الغار وانطبقت عليهم الصخرة، نحاول أن نستخرج المعاني المدفونة تحت الألفاظ حتى نستفيد منها وتكون زادا للغريب في رحلته إلى الله تبارك وتعالى. ذكرنا أن هذا الرجل لما أصر على موقفه وعلمت المرأة ذلك رضيت واشترطت عليه أن يجمع 60 دينارا، وقلنا أنه ذكر في بعض طرق الحديث أنه جهد في جمع هذه الدنانير حتى لأنه كان راكبا هواه آنذاك. قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته، العجيب أنها مع شدة حاجتها
أرادت أن تبرئ نفسها براءة أخيرة. ليه؟ لأن الإيمان الذي تعتصم به من هذه المعصية لا زال حارا متوقدا فيها، يعني مش إنها يعني وجدت ضالتها في هذا وخلاص وأنا مضطرة والكلام ده وخلاص ومضطرة والكلام ده، زي بعض الناس ما يكون مثلا مدمن في سماع الأغاني وبعدين خلاص ما عادش بيسمع أغاني. إذا سمع أغنية في الشارع في الطريق ربما وقف، هو مش أنا اللي مشغلها، هي اللي شغالة، الرجل مشغلها وأنا ماليش علاقة بالقصة دي، تمام، وكرها كلها معاه وسمع وعادي كده، ولا ماليش دعوة مش أنا اللي عاملها، تاخد لك إزاي النظرة الأولى كلها بالضبط كده. فعشان كده لم تتذرع المرأة بأنها يعني مجبرة على هذا، وربما كان لها هوى في مثل هذا، صحيح، ولكن ظللتها الحاجة. وهنا يعني العلماء اختلفوا يعني في المرأة والرجل، إذا فعل الفاحشة هل المرأة، عايز أجيب السؤال يعني تكون على نفس درجة الإثم؟ بالضبط كده، على نفس درجة الإثم أم لا؟ نعم. فهناك من فرق بين الرجل والمرأة في هذا، لأني يعني الرجل بيبقى له علامة أنه يتمنى ويريد مثل هذا، لكن المرأة لا يظهر لها علامة إطلاقا. نعم. تمام. شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا أقول هذا الكلام في الهامش، يعني له بحث رائع جدا جدا في التفسير، أظن في تفسير سورة يوسف، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، مش ذكرها في كتاب الحدود، لا ذكرها في معرض كلامي عن هذا، هل يعني هم على نفس الدرجة من الإثم أم لا. فقال إن في بعض العلماء فرقوا بين الرجل والمرأة في هذا، ولكن هو لم يفرق حتى وإن لم يظهر من المرأة علامة على أنها تريد هذا، واخد بالك؟ بحث رائع جدا، أنصح يعني أي حد عنده فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية أن يراجع هذا البحث لأنه مفيد يعني. ومثل البحث الفقهي المتعلق بقضية إفطار المرأة مع إذا أفطرت المرأة عشرها زوجها في نهار رمضان وأجبرها على ذلك، الخلاف اللي بين الفقهاء، خلاف اللي بين بس ظاهر الحديث واضح جدا أن المرأة ليس عليها قضاء مثل الرجل، يعني ليس عليها الرجل، لأنه يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، صحيح، هو قال له صم شهرين ولم يقل له ولم يقل للمرأة ومرأتك تصوم شهرين، الكلام ده الحديث يمكن واضح الدلالة فيه، لكن الفقهاء فرعوا عليه، إذا كانت هي السبب مثلا يبقى يلزمها مش يلزمها عارف، إذا كده يعني إذا كانت مجبرة وأجبرها زوجها على كذا وكذا لا يبقى هي معفاة من هذا والرجل هو الآثم، لهم تفريعات معينة كده في القصة دي، لكن وإن كان الحديث، الحديث واضح، الحديث واضح الدلالة في هذا، إن التكفير الشهرين متتابعين على الرجل ليس على المرأة، إنما المرأة تقضي يومها يعني. نعم. تقضي يومها. المهم أن يعني ظهر الإيمان بتاع المرأة حقا بأنه لما جلس الرجل هذا المجلس قالت له اتق الله، آخر إعذار لله عز وجل، بالضبط كده، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، الله أكبر، سبحان الله. هنا أنا عايز يعني أركز قليلا على المظهر والمخبر، لأن في بعض الناس يقول لك القشور واللب، لا، إذا كان الرجل في يعمر قلبه بالإيمان لابد أن يظهر على جوارحه مقتضى هذا الإيمان، واخد بالك؟ نعم. لا، بخلاف ما يقول لا أنا قلبي مفعم الإيمان وكل جوارحه تخالف هذا. في واحد يدعي أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويخالفه كلما سمع حديثا، الجماعة مثلا الصوفية في الموالد اللي بيجيبوا الرايات ويجيبوا الطبول والمزامير ويمدحون النبي عليه الصلاة والسلام في أناشيد بالطبلة والمزمار التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، هل أنا ممكن أصدق أن هذا الرجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه مفعم بالإيمان؟ لا، هي دعوة، دعوة كما يقولها أي إنسان أن يدعي الإيمان، لو كان قلبه عامرا بحبة النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يقدر على مخالفته، ما يقدرش حتى لو أراد أن يجرب وأراد أن يوطن نفسه على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يخالف قلبه، صحيح، لو كان قلبه عامرا بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده أنا أجزم أن هذه الرجل هذه المرأة كان قلبها مفعما بالإيمان. الدلالة على كده إيه؟ القرينة الخارجية،
كلمة يعني اتق الله في موضع الشهوة بالضبط الكبرى. بالضبط كده، بالضبط كده. عشان كده يعني ساعات لما نقول لفلان انت قلبك فيه كذا يقولك انت ايش عرفك بقلبي، انا قلبي لا يعرفه الا ربي. لا، احنا ممكن نعرف ما في القلب بقرينة خارجية تنصب في الخارج حتى ندلل على ان القلب فيه هذا او ذاك. زي مثلا ايه، زي مثلا في العادة، في العادة القيام للداخل من علامة الإكرام، تمام؟ علي بن الجعد أحد الأئمة الكبار وهو في طبقة شيوخ البخاري ومسلم والجماعة دول، الخطيب البغدادي حكى في تاريخ حكاية أنه هو المأمون عايز يشتري ذهب، فطبعا كل تجار الذهب بتوع بغداد أنذاك أو بتوع البلد كلهم راحوا المأمون، طبعا تعرف في أباطرة ذهب يعني في كل زمان. طب علي بن الجعد ده طالب علم وكان عنده قرشين يعني، طب ده يدخل في وسط العماليق بتوع الذهب دول يعمل ايه؟ يعمل ايه علي بن الجعد بقى؟ ولا شيء، وهو اخده مثلا نص كيلو ولا حاجة وهو رايح للمأمون، ها؟ اللي هو يعني كان يملك الدنيا يعني المأمون. المهم اني دخلوا كلهم واخد بالك وقعدوا في المجلس منتظرين بقى دخول المأمون. دخل المأمون فقاموا جميعا وقوفا له ما عاد علي بن الجعد اللي هو معاه نص كيلو ذهب ده، واخد بالك؟ وكمان يعني وكمان وقاعد كمان يعني واخد بالك، عزة العلم يا مولاي. الله أكبر. المهم فالمأمون لما لاحظ انه ما قامش قال ما الذي منع الشيخ ان يقوم لنا؟ قال أكبرت أمير المؤمنين أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الدخلة وشوف طريقة العلماء وفي مخاطبة الأمراء والكلام ده وكيف يستميلون قلوبهم. قال له وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أحب أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. أنا ما أمثلكش عشان كده، إنك أنت لا تدخل النار يعني. قال فأطرق المأمون ساعة وقال ما ينبغي لنا أن نشتري إلا من هذا الشيخ، وخد الذهب اللي معاه. سبحان الله. تمام. أنا ما أعرفش طبعا الرواية ما قالتش أنه خد ذهب من غيره وبتاع، لكن على الأقل خد الذهب اللي معاه كله. نعم. يعني باع البيعة كلها ومشي، تمام، ببركة الاتباع. تمام. في حديث لمعاوية بن أبي سفيان هو نفس الحديث، كان معاوية رضي الله عنه يكره أن يقوم الناس له ويذكرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل للرجال له قيام. إحنا عندنا عادة في الفصول الدراسية بتاعتنا أول ما المدرس يدخل حتى الولاد لو ما قاموش يقول قيام، قيام يا ولاد، وبعدين جلوس. اتعودنا على كده وإحنا في ابتدائي يعني. فإذا المدرس قال قيام ولم يقم طالب يطرده من الفصل ويقول له هات ولي أمرك بكرة. تمام. هذا الرجل مما نجزم أنه يسره أن يقوم الناس له بسبب القرينة، بسبب القرينة أنه غضب إذ لم يقم الطالب له. أنا ما أعرفش إيه اللي في قلبه، يسر ولا ما يسروش يعني، لكن حيث أنه نصبت القرينة في الخارج وهو غضبه وطرده للطالب من الفصل واستدعاء ولي الأمر بكرة عشان يقول له ابنك قليل الأدب وابنك لا يوقر المدرس وده إنذار بالفصل إذا مش عارف يستمر على هذا أو الكلام ده، كل دي قرائن تدل على أنه يسوءه ألا يقوم الطالب له. إذن يسره بدليل بذات المخالفة، يعني مفهوم المخالفة يسره أن يقوم الإيه؟ أن يقوم الطالب فليتبوأ مقعده من النار. فمن الممكن أن نحكم على بعض الأفعال نقول قلبه أو يشتهي كذا أو يريد كذا بالقرينة التي تنصب في الإيه؟ في القلب. هذه المرأة أجزم، لأن في ناس يقول لك، يقول لك عين المحب تبان ولها دلائل، فهذه من الدلائل يعني انه تظهر الكلف والمحبه. يعني بالضبط كده. أينا. بالضبط. فهذه المراه ذات قلب مفعم بحب ربها تبارك وتعالى. عشان كده بقول لك يعني كنت اريد ان اقول اجزم يعني ان قلبها مفعم بالايمان لانها في هذا المحل الذي يشتهى، خليه لا يشتهى وهي بعيده، بعيده خالص عن القصه دي، لا تشتهيه ولا تعرفه. تمام. لكن اذا عاين المرء في المعصية وكان في قلبها بالضبط وكانت حاضرة بتفرق معها. يعني احنا مثلا في ظروفنا العادية دي ممكن تبقى انت جائع لكن يشتد جوعك اذا دخلت البيت وشفت فاضل خمس دقائق على الاكل مع ان انت يعني بقالك ساعتين جعان،
عايز تاكل، لكن عندما تعاين وعندما ترى بتفرق كتير معك، حتى في التصور في التصرف. ويعني يحضرني في هذا ما حدث لموسى عليه السلام لما أخبره ربه تبارك وتعالى في وهو في الميقات أن قومه عبدوا العجل وأعطاه الألواح وكتبها له ربنا تبارك وتعالى، تمام؟ خلاص أخذ الألواح ومشي، أول ما رأهم يعبدون العجل ألقى الألواح. طب لماذا لم يلقي الألواح في حضرة ربه عندما أخبره؟ والذي أخبره رب العالمين تبارك وتعالى، ليس خبر الصدق المعين. يعني خبر الصدق الكامل يعني، تمام؟ لم يتأثر، فليس المخبر كالمعاين الذي رأى وعاين بنفسه، بخلاف الذي أخبر بالواقعة. حتى أخبر وإن كان بالواقعة الإخبار في ميقات ربه وتعالى. ولكنه عاين لما ذهب إلى بني إسرائيل ورأهم يعبدون ليه؟ يعبدون العجل. فهذه المرأة عاينت وهي في محل المعصية، ومع ذلك لم يطاوعها قلبها، وقالت كأنما تقول كلمات أخيرة تعذر بها عن نفسها والكلام، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قلت أنه إن بعض العلماء قالوا إن هي بكر بسبب ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ولكن الخاتم ليس بشرط أن تكون المرأة بكرا، بل إذا تجاوز المرء يعني في هذا الأمر يكون قد فض الخاتم، لأن هذا إنما هو محرم إلا على زوجها، كأنه رباط الزوجية. بالضبط، إنه رباط الزوجية لا تفض ما لا يحق لك. بالضبط كده، بالضبط. وبعدين شيخنا لعله يعني لو نظرنا في المسألة لكان الأدعى لو هي بنت عمه وبيحبها ومحتاجة، لو كانت بكر لتزوجها وانتهت القصة. صح صح، لأنها كانت متزوجة فعلا. هذا ملمح آخر برضو، لماذا لم يصل إليها؟ نعم، واخد بالك هناك ما يمنعها أكبر من قضية كل هذه الصلاة، وهو أنها متزوجة. صحيح صحيح، متزوجة ولها أولاد ولها زوج. نعم. فقال ده بقى الحاجة المبهرة كمان التي تدل على أن قلب الرجل مفعم بالإيمان. ولكن يعني أنا عايز أجيب تشبيه كده بس ما أقصدوش كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 100 مرة. الغين هو الغمام الرقيق الذي يظهر ما خلفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنه لا يغان على قلبي، يعني بيبقى فيه ستارة، مش عايز أقول من ترك ذكر الله تبارك وتعالى أو السهو عن ذكر الله تبارك وتعالى، لأنه لا يغان على قلبي أي تمر عليه ستارة رقيقة، تمام؟ اللي هو مثل الغبار الأولى. مثل الغبار بيكون على المرآة في الماء. بالضبط كده، يعني ممكن نقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغان على قلبي مش لأنه ارتكب معصية صلى الله عليه وسلم، إنما ممكن يكون فعل خلاف الأولى زي عبس وتولى كده، أو قلب اعتاد على الذكر فتوقف عن الذكر فترة بسيطة. يعني في هذا الباب يعني. جميل، تمام؟ جميل. يعني عايز أقول أن القلب الكامل كقلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي انتزعت منه المضغة وصار خالصا لربه تبارك وتعالى حتى أن شيطانه أسلم. نعم. وهذه لا نعلمها الحقيقة لأحد، يعني لم يأتنا نص أن غيره فعل معه هكذا حتى من الأنبياء الآخرين. ما لا أعلم، أنا لا أعلم. وطبعا الأنبياء معصومون وهم أكمل البشر إلى آخره، ولكن هنا معنا نص. عايز نص، معنا عايز نص. أعلم. أنا معايا نص فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة يوما فرآها غيرانا، وانت عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج بأكثر من امرأة، وعائشة رضي الله عنها كانت أشد نسائه غيرة عليه. فلما رآها يعني الحديث بيقول رآها غيرة، طبعا الغيرة أي رجل متزوج بأكثر من امرأة يعرف كيف تغير المرأة يعني. فقال يا عائشة أجاءك شيطانك؟ تمام؟ نعم. فقالت المرأة الذكية بقى اللي تغير الحوار عشان ندخل في قصة أخرى ما نفضلش في نفس الموضوع ده، قالت يا رسول الله أوليس لك شيطان؟ قال بلى، يعني لي شيطان، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فلا يأمرني إلا بخير في نفس الرواية ولا في رواية أخرى؟ لا في نفس الرواية. لأن بعض ليش ذهب بعض المفسرين إنه فأسلم أي أسلم أنا، أي أسلم النبي صلى الله عليه وسلم. لا 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 لا، الزيادة دي تبين إنه نعم تقطع إنه أسلم لله. أسلم الشيطان أسلم لله تعالى. جميل، تمام.
فهذا القلب الكبير الكامل النقي النقاء الكامل قلب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه لا يغان على قلبي، يعني تمر سحابة رقيقة على قلبي فأستغفر الله 100 مرة. من الغين ده، من هذا الغين، واخد بالك إزاي؟ فنعرف نحن قلوب أهل الإيمان بتصرفاتهم. طيب، طب المرأة ليس لها حاجة وليس لها شهوة، تمام؟ ومجمرة. وممكن تقول اتق الله، وأنا مش عايز الموضوع ده، ممكن تكون بتكره القصة دي أصلا مع زوجها كمان. نعم. تمام؟ كل ده ممكن يبقى وارد، لكن المسألة غير واردة تماما مع الرجل، لأنه يشتهيها، ولأنه طلبها، ولأنه جمع 60 دينارا وقعد منها مقعد بأذن، وصل لمبتغاه، وصل لما يريد. فعندما تقول اتق الله، كلمة تقولها المرأة اتق الله، يوم يقوم ويترك ما يشتهي ويترك له دنانير اللي هو رتب له من فترة، سبحان الله، ومصر على أن يفعل. لما جيت له أول مرة وأبت هي، تمنى من قلبه أنها توافق، فلما رضيت واشترطت عليه المال جد في جمع المال وجمعه، خلاص وصلنا بقى، وصلنا. وقعد منها مقعد الرجل من امرأته، ثم تقول له اتق الله، يوم يقف ويقول فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. إذن كأنه يقول وشهوتي ورغبتي فيها كاملة. نعم. فقمت عنها، يعني مش قائم هو كاره، لا لا إطلاقا. أنا بقول لك كاره والكلام ده ممكن نقوله في حق المرأة، يعني حتى المرأة لما قلت له اتق الله، ممكن أي حد يبدي أي احتمال من اللي أنا قلته الوقت، تمام؟ إنها كانت بتكره القصة دي، وإنها مش عارف إيه، وإنها إيه، وإنها إيه. طب الكلام ده ماشي، طب عند الرجل لا يستقيم، لا يستقيم إطلاقا. لذلك كان موقف الرجل أعظم من موقف المرأة، مع عظم موقف المرأة ومع جلاله وحشمته، قل كما تحب في موقف المرأة الحقيقة، لكن موقف الرجل أشد. نعم. لأنه قام وهو يشتهي. نعم. وكمان بذل الدنانير، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال الذي جمعه، وكنت قد جهدت في جمعه، واخد بالك، الذي تعب في جمعه. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك، واضح جدا أنه ابتغاء مرضات الله. واحد يقول له اتق الله يقوم. نعم. ده احنا في زماننا هذا، واحد يقول له يا أخي اتق الله، اللهم اجعله متقين، سيبوني عليه. تقدرك ازاي؟ سيبوني عليه، عايز يكمل يعني. نعم. إذا كان بيضربه أو إذا كان بيسبه والكلام ده، يقول يا أخي اتق الله لا تسب، يقول اللهم اجعله من المتقين، سيبوني عليه. لا، الرجل لم يكن هكذا. نعم. الرجل قالت له اتق الله فقام عنها، عشان كده تحرك الحجر. الله أكبر. تحرك، لأن واضح جدا جدا من سياق القصة ومن التأمل فيها ومن الغوص في معانيها المدفونة تحت ألفاظها، أن هذا الرجل ممن يخشى ربه تبارك وتعالى. نعم. نعم. شيخنا، ولعل الآكد أن الأمر لو كان في الحلال لكان تركه، يعني مثلا الواحد إذا وصل إلى هذا الموصل من الحلال يجد أن مثلا والله إذا قام عن زوجته لباب طرق أو لأمر معين سيعود. سيعود. أما في الحرام تلقاه مصر عليه، والشيطان طبعًا يعني يزيل له ويرى أن هذه هي يعني ملكة، هي الغنيمة الباردة، لا هي ملكة جمال الكون. صح. وبعد صح شوية يكتشف أنها ظهير المنتخب الكاميروني من، أيوة صح من قبحها. صح كده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مصداق هذا الكلام. نعم. الذي تقوله أنت، قال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. الله أكبر. واخد بالك؟ فإذا رأى الرجل المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها، برغم أنه متزوج، لأنه قد يشتهي الحرام أكثر. نعم. برغم أنه متزوج، ليه؟ لأن المرأة تقبل في صورة شيطان، الشهوة بتغمي عين البني آدم، لأن تعرف الشيطان إنما يزين، كما ورد في كثير من آيات القرآن أن الشيطان يزين، وزين لهم الشيطان وأعمالهم بحيث أنهم لم يروها قبيحة. نعم. إنما كساها ثوبا من الزينة فانبهر بها. نعم. ولا يعلم قبحها إلا إذا أقدم عليها. نعم. واخد بالك؟ فعشان كده يعني هذا الرجل الثاني، أنا في اعتقادي الحقيقة، وأنا أذهب مع العلماء الذين قالوا هذا أفضل الثلاثة حقيقة، يعني لأنه هواه يركبه في هذا في لحظة وفي فعل. طبعاً. أما الباقين فالعلي فيها تراخي، ممكن. نعم. ممكن يعني. نعم. بر الوالد، ممكن إنسان يعني يرى يعني والده ويستحضر كم بذل في تربيته وكم سهر وإلى آخره، يعني جميله معاين من قبل الولد، تمام؟ نعم. لكن ده ما عندوش حق خالص. نعم.
تحضه على أن يترك. نعم. وخذلك لذلك أنا قلبي مستريح يعني إلى أن هذا إلى أن هذا الرجل هو أفضل الثلاثة برغم أنهم كلهم فضلاء. جميل. لكن هذا أفضل الثلاثة. نعم. وإن كان هذا لا يمنع أن الثالث كما تفضلت كلهم فضلاء. الثالث طبعاً ده سيد له قصة كبيرة. له قصة. قصة كبيرة. تحتاج إلى وقفة يعني طويلة كما ده وقفنا مع صاحبيه. أسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم وبالصالحين أجمعين على درب الاستقامة بإذن الله عز وجل لتكون زادا لنا في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى. إذن شيخنا نقف عند هذا الحد في هذه الليلة بإذن الله عز وجل على أن نكمل مع الرجل الثالث صاحب المال الذي ثمر المال لصاحبه على أن يكون له بسط في الكلام بإذن الله عز وجل. رفع الله قدرك شيخنا زيت الجنة. أحبتنا في الله نكون بهذا وإياكم قد وصلنا لختام هذه الأمسية مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني في برنامجكم زاد الغريب، على أمل أن نلقاكم في مرة أخرى. نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس زهدا في الحياة أنيبي، وتبلغي فيها بزاد غريبي. العمر أقصر رحلة لا تركني يوما إلى الأمل الطويل وتوبي. تقواك خير الزاد فاستغني به عن كل زاد تصلحي وتطيبي. يا نفس حياتي